إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. فعلا كثيرة هي علامات الاستغراب التي أحاطت برفض قانون تجريم أعمال السحر والشعوذة التي تقدمت به اللجنة التشريعية بمجلس الأمة. راح نتكلم اليوم أكثر بشكل مفصل عن هذا الموضوع. نشوف التقرير مشاهدينا ونرجع لكم من بعده. رغم الآثار السلبية لأعمال السحر والشعوذة وما تحمله من آثار لعدم الإيمان وما تشيعه أيضاً من فوضى وخلافات، إلا أن الكويت لا تجرم السحر والشعوذة، ففي القانون الكويتي يعتبر الساحر مشعوذ محتال، وعدم التجريم هذا يعد موقفاً سلبياً، خاصة أنه نوع من النصب والاحتيال الذي يتم من خلاله الاستيلاء على أموال الناس بالباطل. فلماذا تم رفض مشروع قانون تجريم السحر والشعوذة الذي تقدمت به اللجنة التشريعية في مجلس الأمة رغم خطورة الموضوع؟ إذن الحديث حول هذا الموضوع اليوم نرحب بضيوفنا الدكتور سعد العنزي مدير مركز إشراقة أمل والمحامي علي العلي. صباح الخير وحياكم الله معنا في صباح الوطن. ما أدري إيش قصدهم حاطين مذيعتين، يعني إحنا أكثر شيء اللي نلجأ لهم يعني تطيح عليهم هذه الاتهامات دائما، لكن اليوم إحنا راح نوضح هذه الأمور أكثر. بداية يعني دكتور سعد، وياك الكل يتساءل، وحتى زميلتي أسماء قبل شوي قاعد تقول هل بالفعل في سحر وشعوذة بالكويت ومنتشر يعني عندنا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أشكركم على الاستضافة وأشكركم أيضا على طرح هذه السلوكيات حقيقة اللي نشوفها في المجتمعات، بس فقط في المجتمع الكويتي والمجتمعات العربية وحتى أيضا الغربية موجود فيها مثل هذه السلوكيات الشاذة، وهذا منذ القدم حقيقة. وكما تعلمون بأن الناس تلجأ إلى الشعوذة، تلجأ إلى السحر لأسباب كثيرة جدا، وهو موجود. إجابة على سؤالك، هو موجود في الكويت، في كل دول العالم موجود هذه السلوكيات السيئة التي تؤثر حقيقة على أفراد المجتمع. السحر للأسف الشديد والساحرون وكذلك أيضا الشعوذة والمشعوذون، هؤلاء وجدوا حقيقة بسبب جهل الناس وجهل المجتمع عن حقيقة هذه الأمور. كذلك أيضا الجهل أكثر من نوع، قد يكون جهل في العادات والتقاليد، جهل في الشريعة الإسلامية، جهل في الثقافة العامة، كل هذا يؤثر على ثقافة الفرد داخل المجتمع الكويتي. كيف أنا كفرد داخل المجتمع أذهب إلى هؤلاء؟ مش مهما أصابني من ابتلاء، مهما أصابني من حاجة، لا يمكن أن أذهب إلى هؤلاء. ولذلك بس الجهل لحد الآن موجود. لا موجود، أنا راح أضرب لك أمثلة على ذلك. الناس على ثلاثة أنواع. نوع من الإنسان، بعض الناس إذا أصابهم أصابته مشكلة، ابتلاء، فتنة، بلاء، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. صح ويتوكل على الله، لأن ثقة بالله عز وجل كبيرة جدا. صحيح. في حل هذه المشاكل. هذه قمة أنواع البشر في التعامل مع الابتلاء. قمة أن يتعامل مع الله بالتوكل ويتوكل في أموره. إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته سراء شكر، فهو مع الله دائما. الصنف الثاني وهو يلجأ في حال المشكلة، وجود المشكلة أو الابتلاء أو الفتن أو إلى آخره، إلى صديق مثلا لحل هذه المشكلة، أو إلى دكتور نفسي مثلا، أو إلى نقول أقرب الناس إليه، أم، أب، أخ، إلى آخره، اللي يمكن أن يساعده في تجاوز هذه المشكلة. هذا لا بأس به أنه يبذل السبب لحل هذه المشكلة. الصنف الثالث وهو الذي يذهب إلى المشعوذين لأنه يريد حل سريع. طيب دكتور، احنا ما نختلف على كلامك، اذا هالشيء هذا موجود عندنا بالكويت ويمارس. طيب من قبل فتره سمعنا استاذ انه في قانون، كانوا في مقترح انه يكون في قانون. صحيح. فعلا انه يجرم اعمال السحر والشعوذه، ولكن تم رفض هذا القانون. برايك يعني هل هالرفض هذا كان محله؟ هل فعلا لازم يجرم هذا الساحر لانه قاعد يمكن يسبب ضرر نفسي جسدي للبعض ايضا؟ صحيح. هو طبعا احنا في البدايه نصبح عليكم على جميع الساده المشاهدين، اليوم فعلا احنا امام واقع كل الأسر قاعدة تعاني منه، وهو أن انشغلنا في موضوع السحر والشعوذة، وصارت الحياة كلها في عملنا في البيت، الكل يتجه، أو خلينا نقول يعني أكثر الناس تتجه في كل أمورها، ما أسويها الخطوة لما أشوف
مثلا الساحر الفلاني، او طبعا هم ما يقولون الساحر، يحاولون انه يعطونها بعض المبررات المصطلحات. يعني مثلا خلينا نقول العراف اللي الشيخ الدين الكذا الكذا، عرفت شلون؟ وهم يقومون باعمال يعني سحر وشعوذه في كل امورهم. مع الاسف في ناس حاطين كل امورهم وحياتهم في كل خطوه، في الزواج، في يعني في العمل، وامور هو يتخيل بان حياته ما راح تمشي. إيه مثلا صار شيء مثلا بالصدفه، اي فعلا هذا مثل ما قال لي امس فلان، ترتبط حياته كلها. وحتى ناس كبار في العمر وعجائز مع الاسف ومودين عيالهم ومودين مثلا بناتهم في اي امر يعني. فبالتالي مثل ما قال يعني استاذنا يعني شيخنا ايضا، بان فعلا احنا اليوم امام واقع. زين، اليوم احنا شو الحل؟ هل هناك قانون عندما يتم ضبط هذا الشخص بعد ان امتلأت البلاد بهذه الاعمال؟ اليوم انا عندي الجمارك كل يومين ثلاث قاعد تشوفون ضبط مجموعه من المشعوذين من عديد من الدول قاعد يشوفون، فبالتالي احنا اليوم امام واقع. طيب هذا اليوم مفتش الجمارك لما يقوم بضبط، اليوم ايضا عندي انا رجال المباحث لما يقوم بعمل مداهمات وكبسات على هذه الاماكن، وتشوفين تعذيب النساء وضربهم. انا ما قاعد اقول شيء من الخيال، هذا واقع، واكثر الناس تعرفه، واللي ما يعرف اليوم احنا نطالب مجلس الامه بعدم رفض هذا القانون. ليش؟ لان اليوم حتى عندنا قضايا حالات الطلاق انترست في المحاكم. فعلا اليوم قاعدين نقدم هذا السحر وهذا الشعوذة، يلقى بعض الزوجات او بعض الازواج تحت يعني فراش النوم، او مثلا في البيت او في السياره او في كل مكان. صحيح. يلقى صورته على اشكال ويلقى كذا، وقاعد نقدمه امام المحاكم. طيب انا اليوم ما عندي قانون، انتشرت حالات الطلاق، اليوم عندي يعني الكثير من الجرائم، حتى الاعتداء الجنسي قاعد يحصل. استاذ يعني على هالكلام اللي تقوله وايد كبير، يعني باعتقادك يعني هذا اقل شيء. ليش نرفض؟ بالضبط، الكل اليوم قاعد يتساءل هذا السؤال. يفترض ان يكون هناك بيان وتصريح من اللجنه التشريعيه. زين، انا اليوم راح اقول لك شنو القانون المشروع وليش هو وايد مفيد. بس خليني اقول لك الان لما يتم ضبط اي شخص شنو القانون او شنو المواد اللي راح يتم تطبيقها عليه. ما عندي الا الماده 231 والماده 232 من قانون الجزاء، وهي شنو؟ نصب واحتيال. لا تتجاوز 3 سنوات واول غرامه. هذا اكثر صار تعدى يعني الموضوع. يعني الان هذا القانون، فبالتالي هي جنحه. طيب من كثر الطق مات اللي بيده، شنو العقوبه؟ القتل الخطا. قتل الخطا هو طاق. بالضبط، ايضا جنحه ما تتجاوز ايضا 3 سنوات او غرامه. يعني العقوبات جدا بسيطه، جدا بسيطه، ومو قاعد تطبق ايضا بشكل صحيح. احنا راح نرجع حق هذه العقوبات وراح نفصل فيها بالتاكيد. القانون الجديد، لا القانون الجديد بس اذا تسمحي لي، لا يعني اعطى اولا اسم العراف والدجال والمطلسم. نعم. والساحر والمشعوذ، كل واحد عرفه. والعقوبات تصل في الماده السادسه فيه كان المشروع تصل الى الاعدام. والماده ايضا السابعه تصل الى 10 سنوات. نعم. فبالتالي كانت عقوبات جدا رادعه. فالقانون وايد جيد وممتاز وشفناه. نعم. وطلعنا عليه. جميل. فيعني يفترض ان شاء الله يتم تشريعه ونطالبه من خلال هذا البرنامج ان شاء الله. دكتور، يعني احنا دائما وهذا الشيء متعارف عند الجميع والكل يؤمن فيه، ان الواحد لمسك كتاب ربه وقرا القران يرتاح بالتاكيد ونفسيته ترتاح، لكن انا استغرب من الاشخاص اللي قاعد يلجؤون حق هؤلاء الناس ويقولون لهم ان احنا اللي قاعد نقرا لكم القران عشان ترتاحون، لكن هم قاعد يقومون باعمال ثانيه. فالنفس شلون تكون اليوم لما الواحد قاعد يلعب بنفسيه الاخر ويقول لنا بكلام الله انا قاعد اعالجك بس هو قاعد يلجأ حق شيء ثاني؟ انا قصدك يعني في بعض المشايخ اللي هو يستعمل الدين، يستغل الدين في هذا المجال. شوفي، قبل لا ابدا في هذا الجانب بس بود ابين في الجانب القانوني وخاصه في صياغه المواد القانونيه الجزائيه. دائما في صياغة المواد القانون الجزائية نحتاج في القانون الجزائي إلى أدلة قطعية حتى نستطيع أن نصيغ مادة قانونية جزائية تثبت، لأنه أي خلل في وجود الدليل أو أنه يحتمل رأي ورأي آخر لا يمكن أن يضبط المادة، ممكن يطلع براءة ثاني يوم. لذلك مواد السحر والشعوذة هي مواد غيبية، والمواد الغيبية لا يمكن أن تكون قطعية. والأدلة الجنائية دائما عندما أنا أصدر أي مادة قانونية
بصياغة قانونية، لابد أن يكون لدي الجانب القانوني القطعي الذي يعني إذا استطعت أن أمسك هذا بالجرم المشهود لابد أن يكون قطعي، وإلا راح يخرج ثاني يوم. لهذا أصبح هناك اضطرابات حتى مع مشرعي القانون الجنائي. البعض أنا كيف أنا أكيف الكاهن، كيف أكيف الساحر حتى لو جلبنا السحر؟ هل هذا السحر؟ أنا أشوف أوراق مكتوبة، يمكن أي واحد طفل يكتب أوراق يقول هذا طلاسم، ما يمكن. لذلك هذا الاختلاف، لذلك جعلوها من الأساس هو جانب. طيب دكتور، جانب أرجع إلى سؤالك، بس رح نرجع حق سؤالك دكتور، عفوا على هالمقاطعة، لكن مضطرين نطلع هذا الفاصل وإن شاء الله نرجع لك من الشق الثاني للسؤال. خلونا ناخذ هالفاصل ونرجع لكم. يعني الموضوع هذا في غاية الأهمية، وفي أشياء يعني تخوف، والواحد إنه تحت الفاصل شوية دكتور، يعني نبرد شوي حق هذه النقطة اللي تكلمنا فيها قبل الفاصل ونبني. شو أنا يعني مثل ما ذكرت يعني فعلا إنه موجود، أنا يعني ذكرت إنه ترى جميع شرائح المجتمع يتعامل مع السحر، من الفقير إلى صاحب المليارات. وأنا أعرف يعني تحدثت مع ناس ذهبوا إلى فرنسا، إلى شمال أفريقيا، إلى أوروبا، وشيكات بمئة ألف وخمسين ألف وثلاثين ألف، بس أبي زوجي بهالنمط هذا حاصل. بعضهم أيضا هو يسوي حق زوجته، أبي زوجتي في هال سيستم هذا. يعني حتى الرجال ما في شيء، الرجل والمرأة هذه أمراض نفسية موجودة، سلوكية أيضا. يعني خاصة إذا طغت المادة عند البعض. حتى بعضهم في المناقصات هو يروح يستعين بالسهرة والمشعوذين حتى ترسي عليه المناقصة، وليس فقط الجانب الأسري. وهذا أيضا تعايشنا معاه في هذا الجانب، يعني قلنا ناس وايد يشتكون من هذه القضية. في هذه السلوكيات للأسف الشديد تحدث داخل المجتمع الكويتي، أسبابها كثيرة جدا، ولكن أهم هذه الأسباب هو الجهل في دين الله عز وجل. هو لو يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما، يا جماعة حتى لو قلنا أنه كفر دون كفر كما يقول ابن عباس رضي الله عنه فهو كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. هناك عدم ثقة ما بينك وبين الله تبارك وتعالى. هذه الانعدامية في الثقة ما بين الله عز وجل وبين هذا الشخص الجاهل تسبب له مشاق نفسية ومشاق سلوكية وحتى اضطراب فكري. طيب تفضلي. إذا بس عن إذنك دكتور، لأن فعلا يعني إحنا ما قاعد نشوف مثل هالكم الكبير هذا، ما أدري إذا تسمونه جريمة ولا شنو يعني أستاذ، لأن فعلا يعني الحين متضررين منه وايد ناس، وأنت مساح بالفاصل تقولي سفروله إذا مثلا كبسوا عليه ولا أي شيء. يعني هو مو كافي القانون بهالشكل هذا، ومو بس كذي، إحنا اليوم الأخطر وين؟ عندنا انتشار أيضا في الخدم، في العمالة المنزلية داخل البيوت. شلون يعني؟ اليوم قاعيون من برا بحجة إنها هي خادمة وهي مشعوذة وتدخل في هذا البيت، وكم حالة عندنا خلي جرائم القتل تطلع، هذا يعني الخادمة الجاية تطلع هي أيضا ساحرة. وفي الكثير من الحالات الحين مبتلين الكثير من العوائل أن تشوف أحد الأولاد عندهم هناك تختار أكثر واحدة مثلا هي تحبها في البيت الأم، وتبدأ تسوي لها السحر، ويا ولقوا صور الكثير من الأبناء حاطة عليها بعض الدبابيس وبعض الحالات، وهذه الياهل طايحة مو عارفة شو تسوي، ومو عارفين لها الآن أي علاج، وحالتها خطرة ومو عارفين شو يسوون. إذن هل فعلا من السحر أو غيره؟ لكن اكتشفوا أن الكثير من العمالة المنزلية داخل البيوت، مو اللي احنا لازم نروح له وروحوا دوروا صيدوه، لا، داخل البيت موجودة عندهم في هذه الغرفة، يشوفون الناس بالليل في دخان وفي أعمال وفي طقوس هذا الخادمة قاعد تسويها، واكتشفوا كثير من الأسر أن هناك أعمال سحر داخل البيت. إذا شنو صار معهم يوم أن دربوا كل هذا؟ تحول
اكثر الحالات قاعد تحال الى الابعاد، لان عارفين ان القانون نصب واحتيال غرامه او حبس بسيط بس او ما في اي دليل، ما في اي شيء وتطلع ثاني. فبالتالي سوى الابعاد انتهى الموضوع. نعم. تعال شوف كم اسره اليوم انضرت وكم اسره. فاحنا اليوم يجب لا محال عن تشريع قانون متكامل، حتى مثل ما قال الاستاذ ان احيانا يعني ما يكون في الادله، لكن انا اليوم عندي الكثير من الحالات والقرائن القانونيه اللي يمكن يتم اثباتها. مثلا يتم عمل مثلا يعني خلينا نقول هو الكمين، كثير من اداره المباحث تدخل احد المصادر السريه بالتعامل مع هذا الساحر ويتم ضبطه متلبس. اذا هناك اذن وهناك مصدر سري ومن الممكن اثباته امام المحاكم، ولكن اين التشريع المتكامل اللي اليوم يحمي الاسر؟ وحتى احنا في يعني اللي في الجمعيه الكويتيه للاسره المثاليه وانا يعني احد اعضائها براسه الشيخ فريح الصباح، عده بيانات نزلنا واكدنا انه يجب يعني على المجتمع سرعه تشريع قانون، وايضا عدم اللجوء الى السحره، لان ما في احد لجأ لهم الا كان وراه خراب بيته والفقر والامراض النفسيه وحالات يعني الوسواس اللي انتشرت. نشوف الكل اللي يتعامل مع هذا الفئة مستحيل يكون إنسان عادي، الوسواس ما يفارقه، يربط كل الأمور مع هذا الساحر، كل شوي يتصل عليه، يعني دكاكين أكثر من الذهب أنا أسميها. دكاكين السحرة أصبحت يعني تجني أرباح أكثر من الذهب. صحيح. وهو كتاب بس يبطله ما عنده إلا هالشغلتين أو ثلاث شغلات. نعم. عين جني أو سحر، هالكتاب القديم اللي عنده ما عنده حتى المهنه، مو عارفين حتى انه شلون بعد يعني خلينا نقول انهم يكذبون على الناس. نعم. مو متطوره والناس ما تفهم، يعني اكثر الناس ايه يا عين يا هذا او جني، زين الجني شو تسوي؟ حطه وجلده وطقه وكذا. فبالتالي انا يعني فعلا قاعد اقولها يعني من مراره، والناس شلون تقبل ان هالضرب المبرح وحالتهم حاله وكل يوم جايبها جلسات. صحيح. فبالتالي ولا وتدفع تنطق وتدفع فلوس يعني أكيد. يعني مو بس منطق وطالع يعني هذه تكون هني الامور اصعب. بين ان الجانب الرقيه ترى يختلف عن جانب كعلاج وبحث عن العلاج. مو شرعيه الدكتور يفيدنا في فرق. صحيح. في فرق ما بين جانب الرقيه الشرعيه وما بين جانب هؤلاء المشعوذين. الجانب الرقية الشرعية لا شك بأنه جانب شرعي، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله العلماء والصحابة، يعني ما يحتاج إلى دليل. صحيح. إن الإنسان حتى الإنسان يرقي نفسه. أي. وأنا ما أدعو أنه الإنسان يذهب إلى شيخ يرقي، أنت توكل الله ورقي نفسك. نفسك ما عندك مشكلة ما دام أنت تحفظ كتاب الله، وحتى إذا لم تحفظ كتاب الله بإيمانك وقدرتك وكتاب الله موجود بين يديك واستعين بالله عز وجل ترقي نفسك، لا شك في ذلك. أما جانب السحرة والمشعوذين والكهان وغيرهم، هؤلاء لا شك أنهم مستفيدين، والطرف الآخر طرف جاهل 90% 10% يبحث عن الخلاص. انا اذكر بذكر لكم قصه بشكل سريع دكتور. اوكي في يعني حقيقه موقفين استوقفني، واحد في احدى الدول الافريقيه، فذهبت مع احد الاخوه قلت انا ببحث عن هؤلاء المشعوذين والسحره، ذهب في الصحراء الى الجبال الى 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 ان وصلت الى رجل عمره 90 او 95 سنه وهو جالس على مبخره وجالس على وبدا وانا انظر اليه وبدا انا ابحث عن المعلومه، ابحث عن ثقافه هؤلاء المجانين، يعني انا اسميهم فعلا انهم مجانين. صح والله صدق. وجدت اشياء غريبه جدا ووجدت تصرفات، لكن الموقف اللي هو يعني اغرب واعجب اني اتصلت عن طريق احد الاشخاص في احد الاخوه المغاربيين في احدى الدول الاوروبيه وهو ساحر معروف، عن طريق شخص اعرفه في ذلك البلد، فقلت له عطني خليني اكلمه خليني اشوف شنو الاجواء العامه. اتصلت فيه وكلمته وظن اني انا من هؤلاء الذين يبحثون، ولكن من خلال الاتصال ومعرفته بالطرف الاخر لا اصبحت هناك ثقه في الكلام وامان. فقلت له انت ايش علاقتك؟ هل هناك علاقه ما بينك وما بين الخليج؟ قال الخليج ككل والكويت ايضا عندي كم هائله، وذكرني بالاسامي يعني. وقلت اطقها راسي فعلا ان هناك ما ابي اقول لك بالعشرات بالمئات لا نسبة كبيرة والذين يملكون المليارات والملايين، يقول عندي
بالمواعيد ياتون ما اعطيهم على هواهم. شيء محزن الصراحه، يعني احنا نتمنى ان اليوم الناس ياخذون عبره وعبره يعني مو فقط جهله، لا حتى 10% دكاتره ناس مثقفين يعني من كل شرائح الأمور، وناس ايضا علية القوم يذهبون نعم. الى هؤلاء السحره لامور خاصه بالتأكيد دكتور. لا شك أن يعني كلامك الصراحه جدا، وكلام الاستاذ ايضا جدا مهم ان احنا نتطرق لهالموضوع هذا اليوم في صباح الوطن. شكرا لكم على حضوركم معنا في صباح الوطن، واعذرونا لان لضيق الوقت محتضين احنا نروح فاصل الى جاسم في مطبخ صباح الوطن. شكرا لكم.